دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ جولة تفقدية بعدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، طبعا ده لمتابعة انتظام الدراسة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس أيضا الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم في هذا الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من أهم ملفات العمل على أجندة الدولة المصرية. خلينا نشوف مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ جولة تفقدية بعدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة لمتابعة انتظام الدراسة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، استهلها بزيارة مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات. وبدأ الدكتور مدبولي زيارته للمدرسة بتفقد عدد من الفصول للصفين الأول والثاني الثانوي، وخلال تواجده بأحد فصول المدرسة التي أنشأت عام 1991 أجرى مدبولي حوار ودي مع عدد من طالبات الصف الأول الثانوي حول المناهج الدراسية ورأيهم في كثافة الفصول بعد القرارات اللي تم اتخاذها لتخفيض عدد الطالبات في الفصل الواحد. وأشادت الطالبات بتقليص العدد في الفصل وأكدوا إن الأمر انعكس بشكل إيجابي عليهم من حيث أتاح لهم أجواء صحية أكثر وفرصة أكبر للاستيعاب والاستفسار من المعلمين حول المناهج الدراسية. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب، وإن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، وإنه لم يتم إصدار أي منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن. وشددت على أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، وبيتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتها التابعة، بالإضافة للدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك ووزارة الصحة والسكان، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، وأكد مدبولي أنه بيتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وده بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان وفقاً لما سبق الإعلان عنه. امبارح وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لاستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر وجعلها مركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق لتحقيق استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار على الأقل، وحجم صادرات أكثر من 140 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو حلم قابل للتحقيق. وأكد مدبولي في المؤتمر الصحفي أن مصر حذرت منذ اليوم الأول لأزمة غزة أنها من الممكن أن تجر المنطقة والعالم كله إلى كارثة إنسانية ونشهد حرب إقليمية واسعة النطاق، كما أشار في المؤتمر الصحفي إلى إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتأثير لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو ما يؤكد أن الجامعات المصرية يتم تصنيفها ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط دفعة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي، واللي سميت الدفعة باسمه تقديراً وعرفاناً بعطائه خلال مسيرته بالقوات المسلحة، وده بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقدامى مديري كلية الضباط الاحتياط وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين.